ما شاء الله شوفوا ما شاء الله نمسك بقى ننظفهم هم كيف الخضهم احنا دبحناهم بس هننظفهم بس ان شاء الله يعجبكم الفيديو ولما نيجي نطبخه برضه هنوريه لكم ان شاء الله ما شاء الله شوفوا ما شاء الله نمسك بقى ننظفهم هم كيف الخضهم احنا دبحناهم بس هننظفهم بس ان شاء الله يعجبكم الفيديو ولما نيجي نطبخه برضه هنوريه لكم ان شاء الله هنا الدماغ اهي عامله كده اهو اهي كده اهو كده وكده واهو هم فاتحين ده هي كده اهو شوفوا دي كده ما شاء الله اهي وده هي شوفوا ما شاء الله نحط تحت الحنفية شيل الكرشين دي أنا بشيلها دي كرمي ده هيك نشيل الكبدة بقى شوفوا سبحان الله دي المرارة سبحان الله لكم المرارة هجيب كمان واحد ونعمله مع بعض هنا هون ما شاء الله نظفت الكمية هاخدهم وحطهم في مية واسيبهم في المية شوية كده وبعد كده ان شاء الله هنطبخهم مع بعض ونعملهم صيادية وهتبقى احلى صيادية ان شاء الله ما تنسوناش باللايك يا حبايبي يلا ننظف القرنف مع بعض اول حاجه بنمسكها كده بنمسك السكينه كده وندبح القرنب كده كده بنقوم ماسكين ده كده المقص اهو اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كل محبين القراميط يجوا ياكلوا معايا
هناخد البطروخ ما شاء الله. شوفوا بطنه السمين ازاي ما شاء الله. شوف البطروخ اهو هما عاملينه كده. هم جايبين السكينة اهي هجيب كمان قرموط ونعمله مع بعض.